ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فائدة باش نوصلوا للمواطنين. وسمعتوا في التلفازة بأن مع اقتراب رمضان المواد الغذائية والمنتوجات يعني كاينة بكثرة وكاينة بالرخاء، والتقليدي بقى على التلفازة. ناخذوا ارتسامات مع المواطنين، بغيتوا تعرفوا شنو قالوا لنا، أجيو معايا. سمعت يا خويا في التلفازة مع اقتراب رمضان يعني كاين فائدة في المنتوجات الغذائية وكاينة بالرخاء، واش دابا مشيتي تقديتي عند العريري لقيتي شي رخاء؟ لا ما لا، يعني هادشي التقليد كيبقى على التلفازة. على التلفازة، ولكن المشكل واش ما عرفناش من الحكومة ولا من التلفازة؟ ولا من التلفازة، يعني ما عرفناش غنصدقوا واش التلفازة ولا الحكومة. خاص الحكومة تتقلى في نفسها أولا، لأن الناس كنعرفهم أنا خصيصا كيفطروا غير بالخبز وأتاي. ملي كدي واحد 4000 ريال ما كتقدكش، راه في حد ذاتها راه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني دابا هاد الهضره ديال التلفازه غير هضره وصافي، وغير الكلام. يعني شحال من العام وحنا كنتفرجوا، حنا كنتصمتوا نتصمتوا، ما كاين حتى شي فائده. حنا بغينا الفعل. قال الله سبحانه وتعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم. اذا هي يعني رمضان على الابواب يعني بثمن مناسبه. ملي كتمشي لهريش لقيتي ني الثمن مناسب؟ من العكس، العكس ديال داك الشيء. يعني انا كنتقضى، ويعني انا عارفه داك الشيء، يعني يوميا كنتقضى بالنسبه للمواد الغذائيه ولا في الخضار ولا في الديسير ولا في كل شيء. كل شيء غالي. يعني التلفازه دابا كيبقى على التقليد، كتكذب علينا. كل شيء غالي، يعني انا كنتقضى يوميا، كل شيء غالي، حتى شي حاجه ما بانت لي انا. يعني داك الشيء اللي سمعتي في التلفازه ما كاينش في الهري؟ من العكس وصحيح. داك الرخاء ديال التلفازه؟ من العكس وصحيح، كل شيء غالي هذا الوقت. دابا واقيلا غنمشيو للتلفازه ونتقداو على هذا الحساب. وما عاد باش تفيدني التلفازه، وخا الله تهضر، التلفازه ما عاده باش يفيدك، ها كيهضر. باش غيفيدك التلفازه؟ عارف هذاك الشيء كذوب. ما كاين حتى شي حاجه. التلفازه تنقص من الكذوب شويه. وتنقص شويه، تنقص، ما تبقاش تعطي لبنادم هضره وبنادم كيلقى المباشر هضره اخرى. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. هضره كتمشي عند مول الحانوت كتلقى هضره، كتمشي للهرايا وداك الشيء كتلقى هذا، كتمشي للسوبر مارشي كتلقى هضره اخرى. الواقع كتسمى بحال هادشي اللي كيقول لك، كيقول لك التناقض هي هادي. ملي كتمشي الهضره ديال التلفازه، الهضره ديال التلفازه هذيك ديما كيبينوا لك بان راه هذيك المثل اللي كيقول لك العام زين، ولكن من كتهبط للسوق ولا كتهبط للتيران اللي عليهم كنقولوا كتلقى هضره اخرى. دابا ملي غتبغي تمشي تقدى يعني هاد يعني المواد الغذائيه ديال رمضان، واش غتقدى من الهري ولا من التلفازه؟ وراه من طبيعه الحال هذيك غادي تمشي تقدى من الهري. راه هذيك كنشوفوا التلفازه راه كتبيع رخيص. كتقول لك رخيص كما كنقول لك هما ديما. هذيك راه انا بالنسبه لي انا ديك الهضره ديال التلفازه انا ما عمرني ديت عليها ولكت كنطبقها. علاش ما كتيقهاش؟ ما كنطيقهاش حنت مع قرب رمضان رخيصه وفيها فائد. اييه، ولكن ملي كتمشي للهري كتلقى رخيصه ولا غاليه؟ لا كتنقى الثمن اخر، ماشي ديك الثمن اللي كيقولوا في التلفازه. كتلقاها غاليه؟ كتلقاها غاليه. دابا حنايا خصنا نمشيو عند التلفازه، ما نمشيوش عند مول الهري. والتقليدي بقى على التلفازه؟ والتقليدي بقى على مول التلفازه. واللي تيقول لك راه حنا غادي نقصوا في المواد الغذائيه، راه حشومه هادشي اللي كيديروا، راه الريبه هادي والله العظيم. ولكن كلشي ديال الله، ربي كبير. شي رساله ليهم مولين التلفازه؟ وكنوجه لمولين التلفازه يبقى يهضروا معنا بالمعقول، راه ما يدوم غير المعقول، راه كذوب راه ما خدامش. تحياتي الصراحه. اذا التلفازه هذيك الهضره ديالها كذوب 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 كذوب، ما كاينش هادشي نهائيا كاع. كتمشي كتسول على حق الحاجه كنديرها 6 درهم كتقاس دوبا 10 دراهم ولا درهم ديريكت. بحال الحليب كندير 70 ريال ولا دير 4 دراهم. راه المسكين ما يعيش معاهم في هاد البلاد هاد. هادشي هو اللي كاين اخويا. شي ميساج لك التلفازه؟ شي ميساج، ماشي الميساج للتلفازه، الميساج للمسؤولين. راه ولاد الناس شويه راه ما خدامينش، كاين اللي ما عندوش، كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي خدام في ريال النهار، اش كيسعوا لهم واحد شويه؟ راه عباد الله راه مدوره بزاف، وشوفوا بحال المساكين. اما اللي خدام واللي عنده راه ما كيتسوقش، راه كيمشي للمارشي كياخذ داكشي اللي بغى. اما احسن تقدموا من الهري ولا من التلفازه؟ التلفازه كتقول لك رخا، اللهم تقدموا من التلفازه. نصحنا الهري كاع بمره، ونمشيو تقدموا من التلفازه. مشيو عندهم. تقدموا من عندهم هما احسن. ورونا فيك المقر ديالهم ومشيو نتقداو من عندهم. الله يجعلكم في الرباط، مشيو الرباط ونتقداو، ما عندناش مشكل. بكل تواضع. بكل تواضع اخويا. تحياتي.